تبيها يا ولد؟ محتاج فلوس تعطيني؟ لا 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 معليش، انت مشهور وتعرف على رجال. السلام عليكم، اهلا وسهلا، حياكم الله يا جماعه الخير بمجلس ما به نفس ثقيله. طيب يا جماعه الخير، مقطع اليوم بكل اختصار، وصلني اليوم درع 100,000 منال. اوكي، وصلني اليوم درع 100,000 تاج جديد. ها الرحمن الرحيم، شوفوا ها شوفوا. طيب هذا هو درع 100,000. طبعا وش راح يسوي اسامه؟ بكل اختصار اللي راح اسويه، راح ادخل موقع حراج. تعرفون موقع حراج؟ يب يب والله العظيم كلكم تعرفونه. وبعد ما ادخل في موقع حراج راح اعرض درع 100,000. اسامه صدق بتبيع درع 100,000؟ اول شيء نسويه يا جماعه الخير اضافه اعلان، بعدين ننزل هنا عرض سلعه غير مصنفه، تعهد تعهد تعهد، بعدين استمرار، بعد اختيار صوره سلعه. ثواني نصور لكم اياها ونرجع. طيب بعدها ندخل موقع حراج، حفظناها في سطح المكتب. بسم الله، هذه الصوره نحطها، اكتب اوكي. بعدها هنا نكتب درع 100,000 للبيع. البيع لها على سوما، ارسال الاعلان، نزلنا، اختر القسم المناسب. اوكي، قسم غير مصنف يا اخي، خلاص ارسال الاعلان، انتقال لصفحه الاعلان، خلاص اوكي. رفعنا الاعلان يا جماعه الخير مع صورتي كذا مايله، فراح ننتظر وش راح يردون. يا ولد اللي خايف قسم بالله العظيم، فننتظرهم. اول شخص كتب لي كم الحد، اهلا وسهلا، اهلا حياك، للحين ما انسام، اطرح سومك، اطرح سومتك. طيب يا جماعه الخير، الشخص اللي ارسل لي فوق ما ادري ايش فيه، ما عاد رد. طيب خلينا نشوفكم في كومنت، قسم بالله قتلني، يقول تشتري حفزك. بس ليش ما تحتفظ فيه؟ ما يهم ما يهم، ابي الالماس، ما يهم ابي الالماس. اخ مبروك يا بعدي، الله يبارك فيك، يا الله يا الله. طيب ننتظر ننتظر نشوف شو يقولون الناس. قتلني كومنت يقول تشتري حفزك. اوكي جاري شعر جديد، خلينا نشوف. اوكي لا ايوه. السلام عليكم. السلام، كيف الحال؟ سلامة. والله بخير، قاعد اسجل مقطع. خير ابشرك. درعت منزله جديد، متى نزلتها؟ بحراج، توني شايف ايش السالفه. يا ولد انت وش مرسبن بحراج ولا ايش بالضبط؟ يا اخي كنت ادور سلك ذهب. ايوه وش عندك؟ الشاشه تشتريه؟ طيب تبيه؟ طيب ليش تبيه؟ انت تبيه يا ولد، محتاج فلوس تعطيني؟ اي اعطيك. ابي 1,000 ريال. خلاص حول لك الحياه. تم، ترى كل شيء مسجل، قاعد اسجل صوتك وانا قاعد اسجل مقطع الحين. اي تم تم عادي. اي ترى هذا اسمه لورد سليمان، والله العظيم لو ما دفع لي عيال لاجيك ذا تشكونه. ايش اسامه؟ عرض الدرع 100,000 في اليوتيوب، تو واصل امس عرض اليوم. تبي فلوس؟ طيب كيف؟ تبي بالفلوس يعني؟ وش تبي فلوس؟ بشتري اكل. الان هو سؤال غبي لورد. يلا يلا. محتاج طيب يعني؟ محتاج فلوس والله. اوكي يا اخوياي كلهم اتصلوا. يا ساتر مرسبنين في حراج. يلا نشوف على سوم يا جماعة الخير، على سوم راح نبيع له. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا سميع، يلا يا رب نكتر زقنا الناس اللي تشتري. يلا يلا يلا. تشتري حبزك، يخرب بيته يخرب بيته. جانا اتصال يا جماعة الخير، دقيقة. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تفضل. اخبارك اخوي؟ طيب والله بخير ابشرك الحمد لله. انت عارض درع 100,000؟ ياب موجود. كم سعر او كم تبي فيه؟ ما ادري لحد الان ما حد سامع الصدق. انت كم عندك؟ 2000 اقول. 2000 ريال؟ ايه. وينك فيه انت؟ الظهران. يا سلام، الله، هذا المكان اللي ودي اروح له حرفيا. طيب اسمع. تمام يلا. كيف؟ تمام يلا نبيع. لا اصبر اشوف السومات، انت 2000 واشوف الناس الثانيه. ترى ما في خدوش، ما في اي شيء، ترى جديد بكرتونه. والله ما المس الشاكوش، لا ضمان، هذا مو جوال. يب انت وين بتحطه فيه ذا؟ لا 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 لا. تشتري تبغاه في الغرفه صح زينه؟ ايه شكل انا اجمع انا دروع اللي بس. جمع دروع ليه يا مجنون؟ وش الشغف الزبده هذا؟ وش بس 100,000؟ اخ ان شاء الله رقمك ما يطلع. ايه بس 100,000 شخص. اسمع. ايوه انا. وكيف حالك؟ اسمع بقول لك قصه. تدري ان عندي كانت اول قناه فيها 300,000، اخذت الدرع وبعته، تدري بكم؟ كم؟ 3000 ريال. 300,000؟ لا لا درع 100,000. في درع 300,000 تبيه؟ متى ذا نزل؟ نزل نزل موجود. طيب كم ان شاء الله؟ شوف انا اقول يعني انا اقول انت الحين تبغى تاخذ هذا حق 100,000 تمام؟ ايه. 5000 ريال وما راح ارجع في كلامي، واللي يرجع ارخمه. شوف انت تكلمني جاء اشعار، ها
وانت تكلم طيب منا شوي اخفض يعني زبون انا في الدروع يا مجنون اخ تجيبه ان شاء الله وتنزل احراج واحد كاتب يقول دقيقه ايش كاتب ما عندك مشكله 4000 صامل انت ايه صامل يا اخي احسك تطقطق صح عشانك شفت وجهي بالصوره صح لا والله طيب صامل صامل كنت تتابعني انت شيء يعني شفت لك كذا مقطع يعني فانز انت شويه يا حبيبي قلبي الله يرضى قدرك قول امين امين ما تبغى تشتري الطقطق صح لا والله انا ودي اشتري صراحه بس صامل يلا اي ان شاء الله طيب لو ما حد شراه اعتبره جاك لين باب بيتك مجانا لا يا شيخ اي انت بس تجمع دروع اجمع دروع بس انا كم عندك درع كم وصلت 10 دروع يعني مجموع مليون يا ساتر طيب ادمجها وخذ بدلها راس براس 10 دروع 100000 طيب بدلها راس براس اذا جبت المليون تعطيني اياها ما شاء الله عليك دمك خفيف اخوي يخرب بيتك يا حبيبي اسفين لا يكون اخذت بخاطرك ولا شيء لا ايش دام عادي يا حبيبي بس على كلامنا ها تم بشوف على سوما وابشر واكلمك يلا حبيبي سيب يا اسمع والله انك حبيب انت شو اسمك جاري يلا بس اقلب وجهك يلا امزح الله اللي يحبك وعلى السلامة طيب يا جماعة الخير في شخص أرسل لي قال كم السوم قلت له السوم يبدأ من عندك للي قبل شوي قلت له 2000 وخاف حرفيا وهج ننتظر هذا ايش يقول والإشعارات برضو أتوقع دقيقة في واحد أرسل لي جماعة الخير واحد كاتب مقطع يوتيوب أتوقع أنه يعرف النفذة هذا وين أرسل وين ما أدري ليه أحسه مقطع أنت مو أسامة ما أدري ليه أحسه مقطع كيف أنت مو أسامة لا أسامة لا أسامة تبي تشتري طيب أتوقع خلاص مرة وقت كثير خلينا نشوف كم لنا عارضين الإعلان طيب خلينا نتصل يا جماعة الخير على الشخص الأول اللي اتصل علي وقال لي إنه يبغى يشتري ثواني أعطاني مشغول أعطاني مشغول دق علي مرة ثانية دق السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا كيف حالك طيب فلوسك جاهزة أي على نفس ما اتفقنا أي كم اتفقنا حنا اتفقنا 4000 صامل أنت اي ان شاء الله انا وش البنك اللي عندك بنك طال عمرك عندي الاهلي يا ولد احسك تستهبل انت جدك انت لا ما استهبل يعني تبي الدرع اي ابي الدرع انا اقول لك عندي 10 الحين بجمعهم تصير مليون راح ادمجهم كيف شعورك بالله وعندك دروع مشهور بدون ما اصير مشهور يا حبيب قلبي اسمع انا بعتك خلاص تم خلاص يلا والله وش خلاص وش خلاص والله انك الجدول يا كلب عارفك زين متى التوصيل عليك تم توصيل علي بس تحولي ل 4000 انت بس لا معليش انت مشهور وتعرف الحركات كيف الزرف ما الزرف هذه حول لي اوكي يعني قابلك يد بيد اي يد بيد باذن الله قل امين تباعد يفضل قل امين آمين. انا عارف انك تستهبل ان شاء الله قابلك في جنات النعيم امين ان شاء الله جميعا بس ما استهبل انت صامل ترى خلاص يلا عاد يلا لا تكذب يلا والله صدق والله صح الو والله ذا جاد لا ما بي ابيع الله يسعدك امزح معاك انا صدق اي يب خلاص طب تبي درع ابيك عندي انا درع كم تعطيني درع اعطيك اصبر كم باقي لك انت على المليون باقي لي 900 عطني 9 حبات 900 سحبات طماع عندي خوي يا اخي تكفى تسحبات تكفى تبيعها طيب كم تشتري الواحد 100 ريال ليش 100 ريال شاري سروال وش انا بشتري درع بس اقدر اروح النجار وخليه يسوي لي واحد لا بس لا يطلع لك ضريبه انت لان انت مشهور اوريدي اوكي هذا اكسبيرينس خبره يعني طيب اسمع ايوه انا قاعد اسجل مقطع عادي صوتك يطلع صح اي لا عادي يا اصلا متعود انت عندك 9 دروع يعني خبره الكاميرات اي ترى كثير غيري يكلمون مشاير يا حبيبي انت يلا مع السلامه يا اخوي يلا سلام طبعا لهنا يا جماعه الخير وصلنا نهايه مقطع اليوم اذا عجبكم مقطع اليوم اضغطي على زر اللايك وسوي شير لهذا المقطع واشوفكم في مال الله السلام عليكم.